زي ما اتكلمت في اول المقدمه بتاعتي انه فعلا احنا بنتعرض لده فجاه كده، نحس ان احنا تعبانين، يجي لنا احساس مش بس بالخمول، بالتعب الجسماني، احس بوجع في جسمي، احس اني زكمت او بدات ارشح او حاجات بسيطه، لكن اقول ايه انا شكلي داخله على دور برد. ممكن يكون ده يعني اسباب كتير بنتعرض لها بس ما بنبقاش عارفين السبب الحقيقي وراها ايه. ولا ودور البرد في الصيف ده بيبقى صعب ومقرف جدا. دي حقيقه جداً. فعلا السبب في المناعة. كويس. يعني طول ما أنا معززة مناعتي ومقوية مناعتي بالأكل الصحي، بالنوم الكافي، برياضة خفيفة، بفيتامينات ومعادن، يبقى أنا كده جسمي بقى حيطة سد لأي فيروس بيدخله. جهاز المناعي هو جهاز ربنا سبحانه وتعالى خلقه من أقوى الأجهزة وأهم الأجهزة اللي في الجسم، إنها تصد أي فيروس أو أي بكتيريال إنفكشن. طيب ازاي نقدر نقوي جهازنا المناعي؟ لان جهاز المناعي عباره عن الوايت بلاد سيلز اللي هو كرات الدم البيضاء والانتي بوديز والميكروبايون. ايه الميكروبايون؟ دي البكتيريا النافعه اللي في الجسم. تمام. لازم الجهاز الهضمي بتاعي يبقى سليم، ده رقم واحد عشان مناعتي تبقى كويسه. ونستخدم مكمل غذائي امن في الفيتامينز المهمه لجهازنا المناعي. هايل. ايه المكمل الغذائي ده؟ هو اي ال بي مالتي فيت او الب مالتي فيت، ده من اقوى المكملات الغذائيه اللي موجوده في الصيدليات دلوقتي او موجوده عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، لانه بيحتوي على فيتامين سي بنسبه عاليه 500 ملي جرام، وبيحتوي على اعلى تركيز في الزنك. أوكي. صعب جدا تلاقي مكمل غذائي فيه almost 24 يعني 23.9 يعني 24 ميلي جرام. صعب جدا تلاقي مكمل غذائي فيه النسبة دي، لكن ده بيتحقق في ألبا مالتي فيت. ألبا مالتي فيت أولا طبعا ده صورته على الشاشة. مهمة قوي للسادة المشاهدين اللي بتفرجوا عليا يصوروا صورته، عشان اللي عايز يشتريه من الصيدلية ما عنديش بديل، مفيش بديل ليه اطلاقا، وما ينفعش يتقال انه ليه بديل تاني حتى لو من انواع اخرى، لان هو النسب اللي فيه اللي هتكلمينا عنها دلوقتي مختلفه. والفيتامينات والمعادن، انا عندي 13 عنصر، عندي 13 فيتامين ومعدن داخل ألبا مالتي فيت اللي موجودين على الشاشه دلوقتي. فانا ما عنديش بديل. فاللي هيشتريه من الصيدليه يحفظ شكل العلبه، واللي هيشتريه اونلاين عن طريق فقط الارقام اللي ظاهره على الشاشه، ارقام الشركه بتاعتنا، ده بيوصل له ألبا مالتي فيت لحد باب البيت ايا كانت محافظه في مصر. أوكي. احنا موجودين في كل محافظات مصر، الساحل الشمالي دلوقتي الريت عنده فيه عالي جدا طبعا، بنوصل لاي قرى في الساحل الشمالي. عندي الغردقه، شرم الشيخ، لحد مرسى مطروح، وكل المحافظات احنا موجودين فيها. كويس. وبطمن الناس كلها انه واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء. معنى كده انه اتعمل عليه تستات مره واثنين وثلاثه وعشره عشان ينزل ويبقى في متناول الجميع ويصلح للاستخدام. طبعا انا عايزه قبل ما تقولي لي عن الحاجات اللي موجوده في ألبا مالتي فيت، كمان هو اعلى تركيز في الزنك. أيوة. وطبعا نسبه الفيتامين سي 500 ده كويس جدا. دي فيتامين سي 500 وزنك 23.9 ويقوي المناعه، يجمع بين فيتامين سي والزنك. احنا كلنا عارفين ان المناعه يعني فيتامين سي وزنك. لو هتكلم انه غني بمجموعه فيتامين ب الكامله، ده كمان بيميزه. يعني فيتامين ب ده الحياه طبعا، يعني بسميه ده الحياه، ده المهم للاعصاب. فيتامين ب مهم لخلايا الدم الحمراء، مهم لاعصاب العين، مهم لعمليه التمثيل الغذائي والحرق، لان الفيتامين ب هو اللي بيحول لي الكربوهيدرات لطاقه والاكل اللي بناكله لطاقه. من غير فيتامين ب مفيش حياه. عشان كده كل مريض سكر لازم يدعم اعصابه ويدعم دمه بفيتامين ب، وده الدكتور بيكتب له مع الادويه اللي بياخدها. لازم. اكيد الادويه هي رقم واحد للعلاج، والفيتامينات هي دعم للصحه ودعم للمناعه ودعم للتمثيل الغذائي. هايل.